السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعزائي المتابعين، قصتنا اليوم من المغرب، بيحكيها الشاب وبقول قصته غريبة عجيبة. بقول هاي تجربة واقعية صارت معي. أنا شاب بسكن بمدينة أصيلة المغربية وبنتمي لأسرة بتتكون من أب وأم واثنين أخوة وأني ثالثهم وأكبرهم، بينما أصغرنا ولد، يعني انولد بعد الأحداث اللي راح أحكيها لكم. بقول كنت طول حياتي يعني مبهور بعالم الجن وببحث عن أي إشي بيتعلق فيه. بقول مين منا مو يعني زي يعني مين مو مثلي، مين مو مننا من البشر عنده فضول بيكاد انه يقتله وعنده فضول لمعرفة هالعالم هذا رغم الرعب اللي بيكتنف هالموضوع. واسبابنا بهالشي هذا وان اختلفت بتفاصيلها فهي بتتفق بسبب رئيسي، هو مللنا من عالمنا المادي أو كرهنا له أو محاولة الهروب منه على حد تعبيره هو. بقول وهذا يعني أني من لما كنت طفل كنت بحشق هالعالم هذا وبعتربه، عالم الجن مجرد عالم موازي لعالمنا إحنا البشر، ما بتفصلنا عنه غير حدود شفافة بيسهل اختراقها، هي تماما مثل الحدود اللي بتفصل بلدنا المغرب عن الجزائر او موريتانيا مثلا. بقول كنت بعتقد انه للجن مشاكلهم الخاصة اللي بتقلقهم، معتقداتهم اللي بيقدسوها وهواياتهم اللي بيمارسوها باوقات الفراغ. الفرق الجوهري اللي بيننا انهم هم غير مرئيين لانه اجسادهم بالاصل غير مادية على يعني ورغم قدرتهم على التشكل وانهم ما بيقدروا يعني بفضل هاي الخاصية انهم احنا نشاهدهم، هم بيشاهدونا. ويعني في آية قرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني الجن بيقدر يشوفنا واحنا ما بنقدر نشوفه. هاي الميزة لانه احنا ماديين واعيننا ما بتلمح الا ما هو مادي، وهاي هي نقطة التفوق بالنسبة لهم. ورب العالمين تبارك وتعالى فضلنا احنا البشر وجعل الرسالة والنبوة فينا ومكننا بكثير من وسائل التحصين الكتابه اللي بتحجبنا عنهم وبدورنا وبترجح الكفة لصالحنا، وهذا موضوع يعني ما بدنا ندخل فيه على حد تعبيره هو وشرحه للموضوع هو. بقول هذا كان حالي بالطفولة، كل ما لقيت موضوع مظلم أو سمعت عن بيت مهجور بيسكن الجن كنت بطير ناحيته، أني وأصحابي من نفس الحي. حتى صار الموضوع هواية بالنسبة إلي بمارسها بانتظار كل ما سمح الوقت بهالشيء، وكنت بنتظر رفقة أولاد الحي حتى تغرب الشمس ونتوجه لمدرسة مهجورة تتواجد بالحي تبعنا، ولأننا أطفال والأطفال بيكونوا دائما سذج. كنا بناخذ معانا الشموع وكنا بناخذ كمان المصحف الشريف والملح، يعني كسلاح بنلقيه على أي جني بده يطلع لنا، وكنا بنتمنى على حد تعبيره من أعماقنا، يعني وكنت أنا بالنسبة لي بتمنى من أعماقي إني أسمع إشي مثل السقوط، أي شيء من تلقاء نفسه، أو إني أشوف جني بيطير قدامي بهذيك المدرسة، لكن الحظ ما كان يحالفنا بكل هالمحاولات، وما كنا نلاقي غير رسومات رديئة وكتابات عشوائية على الجدران، فبنرجع وبنجر أثيال الخيبة وبعد هيك بنوكل فلقة من أهالينا بسبب أننا رحنا لهناك. بس مثل ما بتعرفوا الأطفال رؤوسهم يابسة
مثل الصخر، وكنا بقول بنكرر مغامراتنا الشيقة في كل مرة. وبيوم من الأيام يعني خلص تمنى كنا اليأس من العثور على هالشي اللي بدنا إياه، فبدأنا نسب الجن ونعايرهم حتى نستفزهم للخروج. وفجأة سمعنا الصوت حجر اصطدم بحائط قريب. وقول هون تجمدت الدماء بعروقنا وظنينا انه الوضع جاد هالمرة، فمباشرة هربنا واحنا خايفين ما بنطلع لورانا من الخوف. بس بقول اني كنت قرارة نفسي سعيد بهالانجاز العظيم لانه امنيتي تحققت ولو جزئيا، وما وضعت بحسباني وقتها انه الامر ممكن يكون مجرد صدفة عشوائية او انه هالحجر هذا واحد القاه واحد علينا يعمل فينا مقلب. بقول هل سمعتوه هذا كله هو مجرد مدخل للقصة اللي صارت معي بالبيت واللي راح اقصها عليكم من اولها لاخرها، قصة مليئة بالرعب. بقول بيوم من الايام كنت راجع للبيت، ولما فتحت امي الباب سمعت رجل عم يتلو القرآن بصوت مرتفع، وكانت هالمرة الاولى اللي بسمع فيها هالصوت. يعني صوت الرجل ما كان من صوت من واحد من عيلتنا ولا صوت جاي من التلفزيون. بقول صعدت الدرج واني بتسأل ممكن يكون هو فقيه جابوا، ممكن يكون في احد مات بهالبيت يعني. ومجرد دخولي للصالة لقيت عمي وثلاثة من عماتي وامي ورجل بيبدو من مظهره انه شيخ بيمسك براس اصغر عماتي ويقرأ عليها القرآن. بقول انا اطلعت عليها فما لقيت بعيونها غير اللون الابيض، وكان وجهها يعني مشدود واطرافها عوجة، يعني ايديها ورجليها معوجات من التشنج. بقول استغربت وانصدمت من شدة هالمشهد هذا لاني كنت بحب عمتي هاي كثير، كانت صغيرة وعاشت معنا بالبيت مدة طويلة يعني، وكانت بمثابة اختي الكبيرة. بقول دعيت رب العالمين انه ما يكون اصابها اي مكروه. بقول اني كان بدي اتكلم بس امي اشارت لي من بعيد اني اخرس، وكانت العصبية بادية على وجهها. دخلت لغرفتي فلقيت اخوي الصغير حاط راسه تحت البطانية وكان مرعوب من اللي بصير بالصالة. بعد شوي دخلت عمتي الكبيرة سألتها شو اللي بصير، قالت امشي وراي حتى ما نخوف اخوك الصغير. بقول مشيت وراها للمطبخ وقالت لي الحرف الواحد عمتك تلبسها جني. بقول ما كنت اول شيء اعرف شو معنى التلبس، وقتها تمنيت اشي واحد اني اني اكون مكان عمتي هالمسكينة. واللي خطر ببالي اول اشي انه هالجن تبع المدرسة انتقم مني بعمتي. بتقول وصلت عمتي كلامها كانت عمتك بمنزل الجدة، وكانت الساعة تقريبا 4 المساء، وكانت بتشطف الأرضية بمي سخنة. بينما كنا احنا مجتمعين بالصالة فجأة سمعنا صوت صفحة قوية وتبعوا صوت ارتطام بالأرض. رحنا نركض ناحية عمتك فلقيناها مغمى عليها وأطرافها كلها بترتعش. بتقول ما فهمنا شيء وخفنا كثير، وتعددت الآراء بين اللي يقول انه تيار كهربائي أصابها وبين اللي يقول انه جني ضربها. قررنا بالبداية انه ناخذها للمستشفى، لكن لما سمعتها امك تتكلم بكلام غريب طلبت انه نحضرها للبيت لعندكم ونجيب شيخ. بقول هالشيخ هذا ظل كل اليوم هو يقرأ على عمتي ورش عليها مي من قارورة زجاجية، بس ما كان يحدث أي تغيير لعمتي. وحسينا إنه الشيخ تعب بالنهاية، وأخبر أسرتي إنه حالتها غريبة، لكن كل ما تذكرت هاليوم فكرت إنه حالة عمتي ما كانت غريبة بالواقع، وإنما هو اللي ما كانش متمكن. الشيخ يعني بيقول يعني هو الولد بيقول
انه الحال تعبتي مش غريبة، الشيخ اللي هو مش قادر يعمل اي شيء، وبدور الشيخ دلنا على شيخ بقرية اسمها 2 سيدي اليمني، واخبرنا انه هالشيخ ضليع بهالامور وهو اللي راح يقدر على معالجتها بفضل الله عز وجل. بعدين انصرف لحال سبيله. بقول صحيت عمتي بعد ساعة تقريبا وكأنه مكروه ما أصابها، يعني كأنه ما فيها شيء. بعدين سألت وين أني؟ صار الكل يهديها ويخبرها أنه ما في شيء أصابها وأنها تعثرت أثناء الشطف ووقعت وبعدين غابت عن الوعي. وبهاي الأثناء كان صوت القرآن شغال من التلفزيون، حاولنا تكليمها لكنها طلبت أنه نطفي هالإشي قبل ما نتكلم معها. بقول استغربنا من رد فعلها. بقول أني ارتعبت وخفت، بعدين خطر لي أنه الشيء اللي كنت ببحث عنه دائما ولقيته أخيرا، بس ما كنت أتصور أنه يكون مخيف لهالدرجة هاي. بقول قامت عمتي من مكانها وأخبرتنا أنها بتشعر بجوع شديد، بعدين توجهت للمطبخ ورجعت بعد شوي وبإيدها رغيف خبز بدون أي شيء. بقول أكلته بشراهة غريبة كأنها أول مرة بتذوق الطعام من أيام. بقول كان التخوف والاستغراب بيخيموا على أجواء المنزل بهذيك الأمسية، وكان الجميع بيعامل عمتي بحذر وبيحاول إيهامها إنه ما في أي شيء نهائي. دخل أبوي للبيت حوالي الساعة 10 المساء وجاي من شغله، وبمجرد دخوله طلعت عليه عمتي بنظرات نارية مخيفة بتشع حقد، وبعدين كلمته وقلت له أنت ما بطيقك. صار أبوي هون يضحك، هو بعتقد أنها عم تمازحه، فرد عليها وهو يمزح نامي بفراشك قبل ما أنومك بصفعة من إيدي. بس ردت عليه وهي زعلانة، جرب حظك وشوف شلون راح امزقك. بقول استغربنا من تصرفها يعني اتجاه ابوي بهالطريقه، وابوي ظل مستغرب من كلامها. يعني بقول امي اخذته ناحيه المطبخ عشان تحكي له التفاصيل اللي صار معها. بقول صارت الساعه 11 بالليل وخبرتنا امي انه لازم نروح ننام، ولسوء الحظ بقول انه عمتي اعتادت على انها تبات معنا اني واخوي بغرفتنا، وقرر البقية انه يبات بمنزلنا تحسبا لاي طارئ وناموا بالصالة. بقول بعد لحظات كان الجميع ناموا بمن فيهم عمتي الممسوسة الا اني، فكنت قلقان من الخوف، وكان سريري المشكلة انه كان سريري بجنب سريرها. بقول حاولت بجهد اني انام، بس مضت ساعتين واني بتقلب بمكاني بدون ما يغمض لي جفن من الخوف. بقول تمكنت اخيرا من الغفوة شوي، ومضى لحظات قبل ما افتت عيوني. بقول نظرت نحو النافذة فشفت انه نور الصباح بيخترق الليل شوي شوي، والتفتت بهاللحظة ناحية عمي فشفت منظر لليوم ما بروح من بالي اللي خلاني طول عمري خايف وما ادور ورا هالمواضيع. بقول كان في نسختين من عمتي، واحدة نايمة بجنبي على سريرها والثانية واقفة قدامها بتنظر ناحيتي وابتسامتها عريضة. بقول حسيت لحظتها انه قلبي راح يوقف، راح اصيبني سكتة قلبية من الخوف، ولفح جسمي برد غريب. بقول دفنت نفسي تحت هالغطاء وبديت اقرا المعوذتين بسري، وكل ما احفظه من القران واني بعض على اصابعي حتى ما تفلت مني اي صرخه من الخوف. بقول شلت الغطاء شوي عن عيني عشان اتحقق ان اللي شفته يا هل ترى صحيح ولا اني بتخيل. بقول لما اطلعت النسخة الثانية من عمتي ما بعدها واقفة مكانها بتنظر ناحيتي بنفس النظرات بدون ما يرفلها جفن، ونفس الابتسامة بعدها موجودة.
بقول ما بقدر اني اوصف شعوري بدقة وقتها، رعب، خوف، سموه اللي بدكم تسموه. بقول دفنت راسي مرة ثانية تحت الغطاء وانكمشت حول نفسي اللي خايف، انتو بتعرفوا شلون، وغمضت عيني واني بضغط على جفني، وجملة واحدة بتسلل بين اسناني اللي على بعضها بترجف، هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول بعد لحظات سمعت صوت اذان الفجر من بعيد، فهون ارتحت، فجأة ارتحت وحسيت بالامان. بقول طليت من تحت الغطا مرة ثانية فما لقيت اي اشي غير عمتي اللي بتغط بنوم عميق. بقول هون تنفست الصعداء وكان التعب والارهاق بلغوا مني مبلغهم، فوقعت على وسادة وما صحيت الا على صوت امي وهي بتصرخ عشان اروح والحق المدرسة. بقول رجعت من المدرسة هذاك اليوم واني منهك وتعبان بسبب سهرة ليلة امس اللي غصب عني، ولقيت امي وباقي عماتي بكلم عمتي وبيحاول اقناعها للخروج معها بجولة، وكان بنيتهن ان ياخذنها لهالشيخ اللي بقرية سيدي اليمني. بقول بالاخير اقتنعت وطلعت معهن والحت على امي، يعني انا الحيت على امي اني اروح معهن بس هي رفضت، وجاء يعني حجتها باخوي الصغير اللي ما بقدرش يظل لوحده بالبيت. بقول بعد فترة شي 4 ساعات رجع للبيت وسألت عمتي الكبيرة عن اللي صار، فقالت انه الشيخ غير موجود لانه سافر من يومين وانه راح يرجع يعني بعد نهاية الاسبوع. يعني ظلت الامور على حالها وعمتي الصغيرة المسكونة يعني ما كانت تأتي باي تصرف غريب لحدود هذيك الساعة، بس كنا كلنا بنتعامل معها بحذر شديد. ف بيقول فكرت اني اقول لامي باللي شفته ليلة امبارح، بس تراجعت عن فكرتي لانه اكيد ما كان حدا راح يصدقني، مع العلم انه اللي هو فيه او الموضوع اللي هم فيه، الحالة اللي هم فيها والوضع اللي هم فيه بيسمح لهم انهم يصدقوا اي شيء، بس هو من خوفه قال خليني ساكت حسن. بقول اجى المساء وعماتي راحن لبيوتهن وظليت اني وامي واخوي الصغير وعمتي الصغيرة، بينما ابي كان ما يزال بالعمل، وشغلت امي التلفزيون على قناة القرآن الكريم اللي كانت مفتوحة من الليلة الماضية. فعمتي هنا قالت لامي بلهجة الامر طفي التلفزيون، بس امي ركبت راسها هالمرة وقالت لها وهي زعلانة انها ما راح تطفي وتضرب راسك باقرب حائط قدامك. وقتها عمتي سدت اذانها باصابعها وصارت تصرخ طفي طفي، فتوجهت امي للتلفزيون ورفعت الصوت. هون وقعت عمتي على الارض وبدأت تتشنج بعنف وتركل بجليها. هون امي كمان اجت القت نفسها عليها وامسكت راسها بديها الثنتين وصارت تقرا عليها آية الكرسي وترددها مرارا وتكرارا، واني من الخوف كنت متجمد بمكاني براقب هالمشهد المرعب. بقول ظلت امي تقرا آية الكرسي وتعيدها حتى هديت عمتي ونامت بمكانها. حملتها اني وامي على سريرها بغرفتي، وبعد ساعة صحيت من نومها وطلعت وقالت لأمي إنها بدها مي تشرب منه وتعطي بعض الأشخاص. سألتها أمي مين هالأشخاص، فقالت هذول أصحابي وهم عطشانين وراح أنزل على الكراج تبع البيت عشان أعطيهم المي مشان يشربوا. هون أمي دخلت على الغرفة بقوة وقفلت عليها بالمفتاح وتركت تتصرخ وتضرب الباب بديها، وكانت الأجواء عصيبة علينا، خاصة إنه أنا وأخوي الصغير اللي كان واقف وراي وعم يبكي. بقول هديت عمتي بعد هيك، ولما فتحت أمي الباب لقيتها نايمة على الأرض. حملناها أنا وأمي مرة ثانية وحطيناها على سريرها، وهاللحظة إجا أبوي الساعة 11 بالليل وسألنا
كل شيء مزبوط. هون امي ما رضيت انها تخبر ابوي بهالتفاصيل وطمنته انه كل شيء بخير وانه عمتي نايمه بسريها. بقول امي قالت لي انا واخوي انه نروح ننام، بس احنا يعني انتم معقول تصدقوا انه نفوت مره ثانيه على الغرفه؟ انا واخوي الصغير طلعنا البطانيات ومخداتنا من الغرفه وحطيناها على البصاله ونمنا، لاننا ما كنا بدنا نشوف اشياء مرعبه ثانيه بليلتنا اللي يعني ظلينا اصلا صاحين للمدرسه ونمنا. يعني ما بعرفش شلون نمنا. بقول المهم نمنا بالاخير. بقول ثاني يوم يعني رحت على المدرسه مثل العاده وكانت الامور عاديه جدا، ولما رجعت على البيت حاولت فتح الباب بالمفتاح الا انه كان مقفل من الداخل، فتوجهت لباب الكراج وفتحته عشان افوت على البيت من خلاله. ولما دخلت يعني ارعبني اللي شفته. كانت جدران الكراج اللي كانت بيضاء ملطخه برسومات غريبه ومرعبه، وجو يعني كان قبيح والرسومات مرسومه بالفحل. بقول ما كنت اقدر اطاله النظر ناحيته، طلعت واني اركض صعدت على البيت وفتحت الباب، وكانت عمتي ممسوسه وامي وثنتين من عماتي عم بيفطرن بالصاله. بقول سالتني عمتي الممسوسه اهلا وسهلا بيك، انت جيت؟ شو رايك برسوماتي بالكراج؟ هي حلوه؟ عجبتك؟ وهي اصلا كانت هوايه الرسم. بقول اني خبرتها واني مرتبك انه رسمها جميل. هنا امي طلعت علي، نظرت علي وهي مستغربه لانها ما كانت بعد يعني ما كانت شافت الكارثه اللي على جدران الكراج. بقول بسرعه رحت على غرفتي وقعدت فيها وشغلت البلاي ستيشن عشان العب شوي. بعدين دخلت عمتي علي الغرفه وطلبت اني اشغل لعبه اسمها الشر المقيم، لانها كانت بتشوفني العبها كثير قبل هيك. قلت لها اني بدي العب كره قدم. هون امرتني بلهجه غاضبه انه انفذ اللي بقوله، فانا من الخوف نفذت بدون مناقشه وصرت العب هاللعبه هاي واني برجف. وكانت قاعده بجنبي وهي تنظر ناحية الشاشة باستمتاع كبير. بقول حسيت انه اشي غريب بملامحها، حسيت انها مو هي عمتي ابدا اللي بعرفها. بقول مرت الايام ببطء بعديها بدون حوادث، وبنهاية الاسبوع اجى عمي ومعه هالشيخ، وكان رجل مسن وعليه الهيبة ومحني لحيته. وكانت عمتي وقتها قاعدة معي بغرفتي، ولما شافت الشيخ دخل صارت تصيح طلعوه من البيت إلا هذا إلا هذا. هون الشيخ ما اهتم لصراخها وطلب مني الشيخ إني أطلع من الغرفة وأقعد مع عمي وعمتي، وبعدين قفلوا النوافذ وقفلوا عليهم الباب بالمفتاح. وبيني وبينكم أني كنت بختلس النظر من خرم الباب، فشفت الشيخ مقرب من عمتي وهو عم يتلو آيات من القرآن، وكانت عمتي يعني خايفة وبترجف وبتحشر نفسها بواحدة من الزوايا تبع الغرفة وبتسد أذنها وبتصيح بصوت مخيف، والشيخ ما بيتوقف عن التلاوة أبدا. بعدين أمسك حزام وصار يضربها، وهالصوت الصادر منها صار يصيح راح أطلع لا تضربني أرجاء رجاء. صاح الشيخ هون وقال له يلا اطلع شو بتستنى. بقول هالصوت اللي سمعته صار يراوغ الشيخ، بقول له اذا استمريت بضربي هيك ما راح اطلع ابدا. واصل الشيخ بدون اهتمام وضرب عمتي والقراءة، وصار حجني داخلها تقريبا ساعة. فصاح الصوت مرة ثانية اخيرا راح اطلع بس يرحم والديك توقف عن ضربي، فقط قل لي من وين بدك اياني اطلع. فقال الشيخ اطلع من اصابع قدمها. فرد الصوت مره ثانيه راح اطلع من عيونها حتى اعميها، ما راح ارحل واني بدون ما اعمل لها اي شيء. فارجع الشيخ للتلاوه والضرب، وبعد لحظات صيح مره ثانيه
وقف وقف راح اطلع من قدميها. راح واني بقسم لك بهالشيء. اني ما عملت لها شيء ومثل ما يعني ما عملت لها شيء لحد الان، ومثل ما حرقت ابني الصغير اني بدي اخذ حقي منها واعميها. فقال له الشيخ انه هي يعني ما كان خطاها، هي اصلا ما بتشوفكم. فاجاب الصوت اني راح اطلع، بس راح ادخل باي شخص خايف بهالبيت الان. بقول هون عمي طلع من الغرفة بسرعة وامرني اني اني اخذ اخوي الصغير ونطلع من البيت. فمباشرة رحت اني واخوي الصغير ورجعنا بعد حوالي نص ساعة، لقيت عمي بيودع الشيخ عند الباب والفرحة بتشع من وجهه، وعرفت حينها انه الامر انتهى. التفت الشيخ ناحيتي وخاطبني ويقول لي يا ابني بنصحك انك تواظب على الصلاة من الان فصاعدا حتى ما يصيبك مكروه مثل اللي اصاب عمتك. بقول لما سمعت كلامه بسرعة ركضت للبيت وتوضيت وصليت الصبح والظهر والعصر. بقول لقيت عمتي نايمة بسريرها وامي بتحضر الاكل، وبقول مر وقت طويل قبل ما تستصحى عمتي، ولما طلعت من الغرفة وشافتني سألتني انت جيت من المدرسة؟ قلت لها نعم جيت من ساعات. فقالت يعني بعد الوقت بكير والشمس، بقول والشمس بالواقع كانت يعني بتشارف على الغروب، وبدأ لي انها نسيت كل اشي ودخلت لعند امي على المطبخ ويعني شكلت لها من جوع غريب وسألتها عن موعد الاكل. فقالت لها امي انه الاكل راح يعني مثل عادة عمي عمتي امي بتفوت لعند امي بتسألها انه الاكل بطول وهيك يعني. بقول صاحب القصة اني شعرت انه كل شيء رجع لسابق عهده، وانه اللي عم بتحدث الان هو هي عمتي، يعني عمتي 100% مو الجني، وحضر باقي عماتي للبيت وصار مكلمنها وكأنه اشي ما صار، وما حدا كلمها عن اللي صابها ولا عن اي اشي صابها، لانه ذكرياتها عن الجن راحت مع روحة الجن منها وخروجه منها، وليومنا هذا ما حدا خبرها عن احد، يعني ما خبرها اي احد عن اي اشي صابها. اعزائي المتابعين، مشان هيك احنا دائما بنقول وبنحذر انه دائما لازم نحصن انفسنا احنا وازواجنا، زوجاتنا، بناتنا، اولادنا، اقاربنا، لازم نتحصن بذكر الله عز وجل عشان رب العالمين يحمينا من هالعالم ومن هالجن. يعني الجني سمعتوا ليش دخل بهالمخلوقات؟ لانه آذت واحد من اولاده. شلون آذت واحد من اولاده؟ هي اصلا ما بالشهور، انا بقول لكم شلون. كانت تشطف بمي سخنه، فلما رمت المي او كبت المي او دلقت المي ما ذكرت رب العالمين، ما سمت، فاجى المي السخنه على هالجن الصغير وحرقته. فاجى ابوه عشان ينتقم من اللي حرق ابنه. يعني تخيل انت ابنك واحد ضربه، بتضلك ساكت ولا بدك تروح تضرب اللي ضربه؟ وهيك نفس الاشي. فاحنا لازم نذكر رب العالمين، نقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا بدنا نرمي اي اشي، عشان اذا يكون في جن انه يكون يروح من هالمكان. وحوادث كثير صارت بهالطريقة هاي، بس للأسف قليل جدا اللي بتعرف. أعزائي المتابعين، لهون خلصت حكايتنا. إن شاء الله تكون حاسة الإعجابكم. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.